أهلا بكم. بتوجيهات حرمي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة المكتوم رئيس الأعلى لمؤسسة بنك الإمارات للطعام، أعلن بنك الإمارات للطعام عن توزيع أكثر من 10 ملايين وجبة من التبرعات الغذائية خلال عام 2021، وذلك في إطار إسهامه في ترسيخ مكانة الإمارات كرمز للخير والعطاء والاستفادة من فائض الأطعمة الصالحة للاستهلاك وتوصيلها إلى الفئات المستحقة والأسر المتعففة.